أردنية، أغنية بتعبر عن السلام لكن بصوتها أكيد. رح تحكي لنا أكثر عن الأغنية وفاء سماري. مطربتنا طبعا اليوم سوزان دوباز. أهلا وسهلا فيك وفاء. مساء الخير. مساء الخير على الجميع. وفاء طبعا هي مسؤولة عن العلاقات الأردنية الإيطالية. أنا مسؤولة على الوفد اللي إجا هون من إيطاليا. احكي لنا عن